أكملت الهيئة العامة للاستعلامات مشروعا ضخما للتحول الرقمي من أجل إنقاذ ثروة وطنية من الوثائق والمصادر المصورة سينمائيا والمكتوبة، تتضمن سجلا تاريخيا لا يقدر بالثمن للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر منذ عام 1952، وكذلك من أجل امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي وبناء صورة حقيقية إيجابية عن مصر في الإعلام الدولي، وقطع الطريق أمام أي محاولات تشويه سياسات مصر ومواقفها، إضافة إلى توفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات الحديثة والتاريخية عن مصر أمام الباحثين والإعلاميين المصريين. وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن العمل في هذا المشروع استمر لمدة 5 سنوات، وشارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء من الهيئة وخارج الهيئة، إضافة إلى التعاون مع كل من مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.